انا ماني قالت لك الف مره القعده هذه تحت العماره انا ما احبها. خالي انت شو اللي رايحك؟ انا بصراحه اللي ريحني ضرار اني ازوجك وازوجها. ضرار مو اي ريلي حبيبتي، هو بس لان قدام عيونك تشوفينه كذي، بس لما تبتعدين عنه بتحسين بقيمته. ترى 100 وحده حط عينها عليه، وانت اولى بولد عمتي سامعتني. ولد عمتي؟ ايه ولد عمتي اللي تبريتوا منها. اسمعني علي، امي عارفه الفرق اللي بيننا احنا وبين ضرار، وفرق وايد كبير. يمكن بعض الناس يفكرون كذي، مو كلهم، بس احنا عايشين بمجتمع يفرق. زوزو زوزو كمان نوزو زوزو. رجاء يمه رجاء حبيبتي سمعيني كعلي أخوكني سمعيني. ما يصير يا يمه، انت كبرتي تدرين عمرك كم الحين؟ عمرك فوق 35 سنة. ما يصير تقلدين كل شيء تشوفينه بالتلفزيون، انت كبرتي. وبعدين ما يصير قدام اي احد تقولين انا بصير ممثلة وانا بصير ممثلة. ليش عيب؟ اي عيب، اكبر عيب عندنا. بيض يا عيفة شلون؟ ليش عاد؟ شو اللي بروج فيه؟ شو اللي شفتيه منهم؟ اللي شافته منهم يديتي كفايه، نسيت ان انا مسميه على اسمه وطبعي مثل طبعها. شنو؟ ضرار ولد ثريا؟ مين قال ولد ثريا؟ ولا هو ولد ثريا ولا شيء، ضرار ولدي انا، انا اللي ربيته انا وسلوى ولدنا احنا. بغيت شيء لما دقيت عليه امس؟ لا. انت زعلانه من شيء؟ ليش ازعل؟ ما ادري، انا دقيت عليه قلت قاعد تعشي حسيت اني زعلتك. ما اذكر. لا انت زعلانه. خلاص علي قاعد اقول لك ماكو شيء. ان زواجنا يكون بالسر. وليش بالسر يا صالح؟ شو اللي ناقصني انا حبيبتي؟ انت مو ناقصك شيء، بس احنا ظروفنا وايد صعبه. كلامك متوتر؟ لا متوتر ولا شيء، بس يما اللي بتسوينه مع احترامي حق فرحتك ما له معنى. ضرار مسوي حفله اكبر من كذي بوايد. شنو اللي ما له معنى؟ حفله صغيره بنتجمع فيها وبنفرح وبنبتك حق اخوك ما له معنى. السبب الثاني انا عرفته حتى امي ما قالت لي. السبب الثاني هو ابوي. ما عليكم منه، لا تصدقونه. يما لا تغلطيني قدامهم، هذا الصدق. ولا تبي تعرفون السبب الصدقي عشان انا ابوي مو كويتي. علي لا تقعد تحلل، واذا بتقول شيء قول الصدق. حتى احنا ابونا مو كويتي، يعني احنا سبب ثاني. لا انتو السبب ولا هو السبب، انا السبب. جازان امي تقدر توديه. تدرين الحمد لله ان انا ويا جنسيتنا امريكيه، على الاقل المصاريف تقل على امي. جازان اقدر اعطي جنسيتي حق علي. عاد علي عنده نفس الفرصه بس بمصر. وانا مو أحسن من الفرصة دي؟ وحطال من صدق تغارن نفسك بهالشيء؟ مفروض تفرحني وتشجعني بعد غمض فتح أنا عندك. أنا ما أعرف شو ما تقبل هالسالفة هذه، ماني قادر. لأنك متفاجئ، صدقني باكر بتعود وراح تشجعني. بعدين يعني هالمنحة هذه راح تريح أمي وتريحنا كلنا. أنا فيك، أنا الحقيقة قريت السي في مالك، أنت ما كملتي دراستك بعد الثانوية العامة عدل؟ بس أنا بسرعة بتعلم وفيني سافر وبحكي ثلاث لغات. إيه بس الوظيفة هذه تحتاج مؤهل دراسي وتخصص فندقة وخبرة في السياحة، لكن ما عليه، أنا بستثني هالمرة وبجربك. أنا فكرت أجل سفرتك لأني سافر أخوك وبعدين أنت تروحي. كذي يما تضيقين خلقي، بروحي أنا لا عجبني من هالسفرة، أحس ما وراها إلا المشاكل. أكو مشاكل ولا شيء، كل ما في الموضوع إن إحنا نراعي شعوره. ماكو شيء مضايقني يبا، بس تدري أنت المكان جديد علي، على ما تعود على المكان والدراسة يعني. بس هذه المسألة ما تقلقش علي، تعرف أنا عارف إنك بعد ما تخلص الجامعة إن شاء الله وتتخرج هتقول أنا حبيت مصر دي قوي ومش عايز أسيبها أبدا وهتبقى عايز تشتغل هنا. كل اللي عمره 16 سنة البنت ثانوية عامة لسه ما أخذت، شو هالحكي؟ على الجواز ما جواز؟ تخيل مثلا أختك لبنى تجي تقول لك هلا والله بدي أتجوز. لبنى غير. ليش لبنى غير؟ لبنى رفيقتها وصاحبتها ونفس الأفكار ونفس الأحلام. يما لأنك أنت خايفة ما تبيني أتزوج، بس أنا متأكدة لما تعرفين طلال راح تحبينه مثل ما أنا حبيته، وراح تعرفيني أنا صح لما أصريت عليه. آسفة سبع، مضطرة أقول لك إني ما أقدر أقرر الحين، يبي لي وقت على ما أقرر. صدق يما؟ تبين أنطر لما طلال يهون ويهدني؟ شلون تبين أروح هناك وأنا قلبي معلق هني؟ أنت شنو؟ عبالكم هالشيء سهل؟ أنا بفهم، شلون تبيني أدرس وأنا أفكر بشيء ثاني؟ إيبا، إيش فيك أنت وضرار؟ إيبا حاسة ان انا وضرار كلش ما راح نكمل ويا بعض. خير؟ هذا اللي سمعته، حاسة ان انا ويا بالو على بعض، شو اسوي؟ ليش؟ ليش كل هذا عاد؟
هذا صجبة، هذا صجبة، ولا أنت ما تبي تشوفني مرتاحة ومستانسة؟ إي بس أبي أعرف شنو الأسباب، إيش صاير، شو مسوي لك ضرار؟ ما يصير يا يبا تقولين ما بي مني الطريق، نلعب إحنا. لو سمحت عطني مفتاح الغرفة وأنا أطلع عليه، وإذا عندك نسخة ثانية وخاشة عطني إياها. ما عندي. لا والله، شنو يعني ما عندك؟ يعني ما عندي، وين تبي تدوش مفتاح الحزة أنا؟ لأنك أنت متعمد تسويها. إي متعمد، ارتحتي؟ قالت من النوم جت على طول هنا. زين، عيل خليه هو يجهزوا لك الريوك. ضاوي. هلا. هذا تلفونك اللي كنت تدورينه؟ هي انا ادري ادري لان انا حامل. من يطاري الحمال الحين؟ انا اصلا الحمال ما ادري عنه، انا اللي قاثني وخانقني ان موضوع مثل هذا انا عرفته من واحد من برا. انت تفهمين ايش قاعد اقول؟ وشنو ليش ترد عليه يعني؟ ليش ترد عليه؟ هذا اشكره واحد شافنا مستانسين مع بعض قلبي يخرب اللي بيننا. اما هذه مضاوي بتخلي جبل. هذه سينا بنتي. هلا. ما سبق سبق سبق. وهذه سينة، هذه نجود مرت علي. تفضلوا 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 تفضلوا. هلا ضرار. هلا فيك، شلونك؟ تمام زينة، انت شلونك؟ تمام الحمد لله. ضرار ايش فيك؟ في شي صاير؟ ايش رايك باللي شفتي امس؟ متى؟ امس يوم رحنا بيت امي ثريا. ما شفت شي. آسف بهاللفظ بس ما أعتقد إنك أنت كنت عمية اللي تقولين ما شفت شيء. ما شفت شلون كانوا يعاملونك بكل احترام، مع إنك كنت وايد هاينتهم بيوم حفلة هلا فبراير. ما شفت شلون أمي ثريا تشابه أمي مضي. ما شفتيها شلون تحب الكل والكل يحبها. مضاوي، إذا تحبين وتحترمين صدق لازم يكون قدر حبك واحترامك لي أنا بالمثل تعاملين فيه إخواني وأمي. ما أعتقد إني طلبت أنا شيء وايد صعب. هذه أمي، أمي ثريا اللي الكل حاربها وسنين وما في أي أحد وقف وياها. شفتيها شلون تحب عيالها وشلون قاعد تعاملنا باحترام وشلون كانت خايفة علينا. شفتيها شلون كانت حايفة تجحف. وإذا تبين تكسبيني لازم تكسبين بالأول أمي وإخواني. هذا في حالة إذا أنت حابة تكسبيني. مريم، أنا كلمت أمي وقالت لي إن هي مو زعلانة من ثريا، خليها تي. خلاص رجاء، مو وقت الحكي الحين. مريم، بخليها تحكي. قولي اللي تبينه. قول. صح خليها تحكي. ادق عليها ختلان بيتنا، أمي مو زعلانة خلاص. قلت لك سكتي وقعدي، مو وقت الحكي الحين. ليش؟ سليمان عادي زوجنا. سليمان تعرف أختي ثريا؟ منو ثريا هذه؟ هذه اختي ممثلة حلوة، تبي تاخذني معاها عشان امثل في التلفزيون. خلاص سليمان ترى مو وقته، لا تقعد تخليها تفتح حجة الحين، شو سكره؟ مريم ترى انا ريلت مو واحد غريب، منو ثريا هذه اللي تمثل؟ راح افهمك كل شيء بعدين، مو وقته الحين. هذه اختي سليمان تحس عاد حسني؟ اي احبها. زين اعطني الكاكاو، انت اخذ الفراولة. وايد
وايد صبرت علي واستحملت جنوني، وهذا شيء يبين لي ايش كثر انت شاريني. انا يمكن بالاساس كنت احبك، بس كنت وايد قريب مني وكنت ولد عمتي، فما كنت احس بهالشيء. ما ادري من يوم انت تغيرت انا كنت احس باحساس ثاني صوبك، وانا بعد راح اتغير وراح اصير زينة. انا مستعد اوقف وياك لان تغيرين وما راح اتخلى عنك. وانا مثل ما قلت لك اوعدك اني راح اتغير وراح اصير احسن وراح اتعلم كل يوم اطبخ لك طبخه جديده. ضرار تطبخين اعدادي شوي صعبه. اي راح اطبخ وراح ابلش من اليوم، راح اسوي لك كل الموديلات اللي اعرفها في الطبخ وتشوف. مبين من كلمه موديل. وهاي ضرار. زين اوكي انا موافق، بس بشرط. شنو شرطك؟ انا اشرف على الطبخات واشوفها قدام عيوني. وي شبعنا؟ لان بنات هالايام يطلبون من برا من مطاعم او يبون الطباخه والطباخه وبالنهايه يقولون احنا اللي سوينا. اي هم ما يعرفون، بس انا لا اعرف اضبط كل اكله وراح تشوف. زين انا بعد عندي شرط. انت تامرين وتدللين. انت اول واحد ياكل اكلتي. اوكي الله يستر عليك. بك على المستشفى قبل. مستعد انا اكل. اليوم ببدي. الحين ادق على الدكتور. يلا يما راح مجازي. شوف اللي هذي شنو؟ ما أنا شايف اللي وراها، شوف ليش اللي وراها. حياتك هاي مكتوبها. زين قول لي. قول لك لو خليتنا نطلب قدو مو أحسن. سويت؟ لا عاد يلا اللي سويته ترى وايد حلوة. يا عم ما راح أكل. ما راح أكل. مرحبا والله انت بتاكل ولا لا؟ والله تاكل اليوم والله سهل عشان احبك والله. بس يوعان وليدك يوعان وليدك يوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شلونك حبيبي؟ تحب الكعبة؟ هلا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك بعمرك. الله يومك بالسلامة يا رب. يلا الفعل لكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بخير اني ما صرت يده. ولا بصير يده بعد عوده عقبك انت. انا بعد امكم اللي ربيتكم صرت يده باكولي. حياتي بعد عمري. يما تعالي انا بطلع اليوم صح؟ اليوم ان شاء الله قالت الدكتوره. اي تكفين طقت شبدي من المستشفى. ليش مستعيله؟ ترى انت هني مدلله. ياكلونه ويغسلونه ويسهرون عليه بالبيت 24 ساعه راح تجابينه. والله ادري بس امي بعد قلبي ما راح تخليني كلش ادري. هي حسرتها الام. يا كل شيء جلها. تعال على ابيك. تعال تعال. عشت ينن. خلي اشيلها اشيلها. حبيبي ابيك تنزل تحت سوي لي جراءات وادفع له عشان اليوم بنطلع. تمرين امر يا محاضر. ان شاء الله حبيبي. يا ما هذا كنا طلع؟ اي ادري. انا دق عليه علمته على شلون نشوف بعدين. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. يا هلا هلا. يلا حبيبي بسرعه بسرعه.
شلونك عمتي؟ بخير عساك بخير. شلونك؟ بخير الله يطول بعمرك. مبروك معاك. الله يبارك فيك طول بعمرك. شكرا. اقدر اديش؟ اي طبعا بعطيها خبر بس. ان شاء الله بس عمتي انا اشوف بس ولادي واتحمد لها بس. اكيد اكيد يمه من حقك من حقك. انا بدي دقيقه. طلع لبرا جاي يشوفك. ايمان مو قالت لكم لحد يقول لها شيء؟ هدوء 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 هدوء. مو صحيح يمه. جاي يشوف ولده. يا يمه ما يجوز. استقبليه وخلي يشوف الياهل. جود ليه شافه يحس والتغير طباعه ويساعدك بلا المسؤوليه. ما بي منه شيء. حبيبتي دام انه بادر وحس حرام ما تكسرين بخاطره. بعدين احنا مو ناقصين مشاكل. لا مو كذي، انت عارفه طبعا ما بندخل معاه بمتاهات ومشاكل ومصايب. خلاص اوكي، يشوفه خمس دقائق بس. يلا عاد عني لي هاله. شنو خمس دقائق؟ يا يما فكري عدل. انت عارفه طبعا وعارفه انه ريال عصبي ومو سهل، صعب وايد. نبناخذه بالليل ما نبي عناد، العناد ما راح يجيب نتيجه. على الاقل خلي يشوف ولده من حقه، ما تقدرين تمنعينه. ياخذه بالحق ولا بالقانون، لازم يشوفه. خليك هادية معه، استقبلي. عندي واحد زاير بيه يسلم عليك. ما تستقبلينه. ما تستقبل، أنا ربيتك كذي ما تستقبلينه. قولي لي، قولي لي. إن شاء الله يما. حبيبتي. الله يهديك. خليك هادية. تفضل حياك. عمتي ترى الوالدة هي بطريج. اي حياها الله تشرفنا. تفضل يما تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هات عليك. مشكور. قعد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا والله. شلونك؟ طلال. مبروك ما ياكم. حياة الصغيرة. تفضلي. ودي أشيل لك ماني قادر. ما عليك في المستقبل ان شاء الله بعدين. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وغلا. هلا هلا. مبروك معاكم. مبروك معاكم. الله يبارك فيك. تفضلي تفضلي. الحمد لله على السلامه حبيبتي. الله يسلمك. حياك الله يسلمك بعد. يا هلا فيك. الله يسلمك. عسى بس ما تعبتي. الحمد لله لازم التعب شوي. خليني اشوف حفيدي. شوفوا انا ما اعرف اشبه الخشم خشم طلال بس العيون عيون سبا. عاد الباجي كله علي انا. طق الملح يوم انه عليك انت. يسلم قلبه. شلون بخليه؟ خلوني اخذه معي. لا ان شاء الله بيكم يزوركم اكيد. ان شاء الله اكيد بيزورنا. ان شاء الله. انا اذنكم انا امشي. حياك الله يمه. يا هلا فيك. تفضل مطلع. شربي شاي شربي قهوه. تسلمين مشكوره ما تقصرين بس انا ابيك شوي. اي حاضر. انا ابيك شوي حبيبتي ابيك معك. متى بنروح نجيب ولد سبع؟ الحين حبيبتي كنا رايحين بنشوفه. وناسه وناسه بتشوف بيبي. الحين بوديك تشوف اختي واعرفك عليها. ثريا وثريا ذبحتوني بهالثريا عمري ما شفتها. امي كلها طالع برنامجها هذا شو اسمه مشكلتي مشكلتي ايوه هذا مشكلتي هذا. ايه اختي ثريا ممثله حلوه انت تحبها؟ ايه احبها ثريا. ايه احبها. ايه 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 يا حلوه ثريا الحين اكيد مستانسه صارت يده. اي صح صح. مريم متى تصيرين انت يده؟ ويا حبيبتي خلنا نصير ام اول تو الناس علي. رجوعه حبيبتي انت بتصيرين خاله وتربين عيال مريم زين؟ لا 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 ما ابي اصير يده مثل ثريا. ما قلت لك يده قلت لك خاله خاله. اي اي صح صح. يلا صح صح. يا احمد الشارع ما سالفتك؟ اي لحظه
سليمان حط لنا شريط عمرو دياب. شنو هذا؟ عمرو بعد جايبته؟ اي تحبين انت عمرو هذا؟ اي الحين راح يقول لك عودوني. يلا الحين احط الحين عودوني هواك. تألف تألف الاغاني ما ادري من وين تجيب الكلمات. يا حلوين شو رجوها. من هذا اللي يسبح عند راسي؟ أنا يما أنا يبر يبر. هلا يما يبر. أقول يبر خير يما. يما يسلمك دقيت على ثريا. أنا؟ إيدك عليها يما قول لها ما يصير. قول لها خلاص هالمدرسة انتهينا منها والدراسة. حمود ينطرها بنمليت وتخلصنا وانت تزوج ونفتك على عمرنا من اللوية واللقوة. هي 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 ما تذكرت كلمتها كلمتها حتى قلت لها زهبي روحك هاليومين بنملج. أشوى 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 يما بعد لا تنسى تشوف الملات مرة واحدة وهي واحدة. حاضر حاضر أول ما الملات أدق عليه. يما أنا بنتأخر بعد أحسن يما يسلم عمرك كل شيء نزهبة صار كل شغلنا تمام ليات. ادخلت صارت الملكه ان من وعد ما ياكلون الجهن يقول كل شيء ناقص لك كل شيء ان شاء الله بكره فيك. حاضر مالت لطيبه الخاطر. انا عارفه ان لا المكان ولا الوقت المناسب علشان اتكلم فيه بس طلال موصيني ان لازم اقول. الحكي تفضلي. صراحه انا ما ادري ايش اقول. انا قلبي محترق من الداخل على سبأ وطلال وعلى الوضع اللي صار بينهم. انا عارفه طبع ولدي وهقيت انه بيتسنى عقب الزواج لكن للاسف ما تسنى. بس هو وعدني انه بيتغير وناوي يرجع سبأ. والله اذا يتغير او ما يتغير هذا شيء راجع لي ام طلال. لكن اللي سواه طلال ترى شيء مو سهل، شيء ما ينسي. اللي ما يعرف طلال يقول عنه إنسان ما يستحي وشري وما يعرف يحب. بس طلال قلبه طيب ويحب الكل وصدقيني يحب سبأ ويموت عليها. لكن هو يعاني من مشكلة نفسية. لدام يعاني من مشكلة نفسية ليش ما تكلم من البداية من طلال؟ ليش ما قال للبنية؟ أنا هقيت إن سبأ تدري؟ ما تدري. لو تدري شان كان لها موقف ثاني غير هذا. يعني مو الأفضل لو أنهم يعيشون مع بعض ويربون ولدهم؟ أنت تكلمتي وأنا سمعتك والحين أبيش تسمعين. أنا بنتي مو في مخططها أنها ترجع له. متى بترجع له نهائيا؟ وأنا بصراحة محترمة رغبتها وفكرة أنها تكمل دراستها الجامعية وتاخذ الشهادة وتشتغل وتربي ولدها بعيد عن أي إزعاج، تربي بطريقتها الخاصة بدون عقد. وأنا اسمحي لي يا طلال، أنا وايد موافقتها في الوقت الحالي على هالشيء. وحتى لو ضمنت إن طلال تغير؟ والله إذا بيتغير يتغير لنفسه، لكن بنتي مصرة على موقفها. وما تدرين لكل حادث حديث، ما تدرين شنو بيصير باكر. طلال بيزعل وايد لو سمع الكلام اللي قلتيه. ما عليه، حنا بنتواصل واحنا قاطعين بعض، حنا الحين بيننا ياهل. معاك حق. اقدر اشوف حفيدي؟ اي وقت. حياك الله، يا هلا، هلا بيك. يا هلا. حياك الله. البيت بيتك، اي وقت. تسلمين ما تقصرين، خلنا نسلم على سبأ. تفضل. مع السلامة يما. حياك الله خالتي. مع السلامة. مع السلامة. شوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة. يا هلا فيك. يما ترى أنا ما دفعت حساب المسجل. ليش؟ أنا مو مطرشتك عشان تدفع الحساب؟ إيش أدري يما، بس طلال طلع عيالي ودافع كل شيء. زين، أخيراً حس. صديقي ما هاقيته يسويها. شوف لا تعاطف، ما يغفر للي سواه. لا تقول خالي على الاقل حسب المسؤوليه شو. السلام عليكم. السلام عمتي. هلا هلا هلا. مبروك ماياكم. مبروك ماياكم. هلا هلا. حياك. شخبارك؟ هلا حياك. عسى ما تعبت هيك بعد تعب الولاد. خذوه الحين بعد شوي بيبونه. الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله تشوفينا مارس.
والله يا طلال الناس ما يلامون لو على الخلاف اللي بينكم كان اهون. حرتني يا يمه حرتني، ولا انا تقولي ما ابيك؟ مو لو انت كنت ابيها صج كان حافظت عليها. غصبا علي يمه غصبا علي، بعد تدرين انا مو بيدي، بس يما انا تغيرت خلاص، بعد تبيني من اليوم انا تغيرت. والله يا يمه انا ما ادري ايش اقول لك صراحه، هم هما بعد ما ينلامون اللي انت سويته معاهم مو شويه، وما اعتقد راح ترضى عليك. الحين خلاص الولد بيتم عندها وبشوفها بالاسبوع مره. يا يمه بعد شو نسوي؟ ما نقدر نخصب البنت علشان ترجع لك، وبعدين هي الحين اصلا مو فاضيه، تبي تكمل دراستها وراء تربيه ولدها، والصراحه بعد امها هم ملزمه عليها لازم تكمل دراستها، هذا انت بعد ما خصبكتها وضيعت عليها البعثه. بس يمه ترى الوضع هذا مو عاجبني. ولا انا عاجبني، بس شو نسوي؟ خلها تكمل دراستها جود الله ورحمته. ماشي ماشي ماشي. واضح استاذنا انه الحاله عندها عم تزيد، عم تنتبهوا عليها بالبيت عم تتوضا منيح؟ والله يا دكتور احنا مو مقصرين الله يشهد، لكن تدري مره كبيره وساعات تعامل ما تاخذ ندوه. بس هيك مش منيح لصحتها عم تدهور. شو نسوي؟ مساء الخير ستنا. اهلا امي، انا مساء الخير هلا. طمنينا عنك ان شاء الله بخير. الحمد لله حقيقي. عم تاخذ الدواء؟ دواء عم تاخذيه؟ الدواء يما يسألش تاخذينه؟ لا انا ما اخذ دواء، ما اخذ دواء، بس هذا الحمرة اللي تغيرون اللي تعطيني سستر مرات الحمرة. حمرة حمرة بس الحمرة. بدنا نواظب على الدواء عشان يصير مناح؟ اي نواظب شنو؟ ان شاء الله ان شاء الله. بعد ايش تبي؟ بدي اطمن عليك. زين الحمد لله ما فيني الا العافية. الحمد لله ان شاء الله الحمد لله. يلا خلنا نفارج. يلا زينة ما في شيء. ساعدني انت لحد ساعدني. هلا 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 متى بترجع؟ يعني المغرب كذي الساعة 7 يمكن. خلص اوكي يلا نروح الالعاب نستانس انا وياك. ها يلا مشكور تعال حط ريوق فوق. تبي شيء؟ لا سلامتك. الله يسلمك. مع السلامة. باي ماما حبيبي. شوف والله كنت العصير لا كنت تشيلي والله شيلي. تعالي تعالي عندي تعالي ابدل لك نفسك. شوفي ابره وشوفي انت تلبسينه حلو ليش ما تلبسي؟ وديته بس ما ادري ما كنا ضايق خلقه. ترى والله رايح عنده من شنو ضايق خلقه. لا تحملين ما ادري شي ويا زعلان. لا مو زعلان. هلا ضلال السلام عليكم. عليكم مبارك. شلونك ماما زينه؟ يموت شحناتها اليوم القشينه؟ هي راضيه تنزل العيد عندك. لا يما مشكور. تشربين عصير يما؟ لا يما حسيت. لا والله يما تبين قهوه؟ اي لا 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 تبين قهوه؟ ما ابي.
طولت مريم متى تجي؟ مجان اطري شايفه الزحمه انت داخل مو شايفه الزحمه شوفي الناس كلها داخل ايه عشان انت بتوديني الصالون تبين انا بديك الصالون لا لا اكيد مع مريم عشان بس سشوار يا سلام سشوار يلا الحين مريم تخلص ونروح كلنا زين اقطكم وانا ارد البيت زين يلا عافيه زين بيجي قدام بيجي قدام وين قدام قعدي الحين مريم بتجي لا فيش قعدي والله عادي عادي سليم عادي اخذي كاني هيك يا حليلك زين الحين يعني مريم تقعد ورا يعني؟ ايه خلاص نقعدها ورا يلا اوكي زين ما نبيها ما نبيها ما نبيها خلاص لا حرام حرام اختي احبها زين ايش رايك نقعدها بالدبه؟ بس مو تقولي لا 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 مو فتانه اي اوكي مو فتانه زين عافيه سليمان شريت نحنوب حلو صدق؟ اي حق عرض ضرار ما شاء الله شي طويل وحلو ها لا 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 مال شي مال سعاد حسني بعد سعاد حسني؟ يا حليلك اكيد انت بتصيرين احلى واحده بالعرس اي اي انا احلى واحده اي ادري انا ادري امي كلها تنزى كلها تنزى امك ايش فيها بعد؟ مريضة مريضة كلها تنزع ما فيها ما فيها شيء أمك فيها بلا بلا ليش شو اللي صاير؟ أنا قلت لها يما يما خلي ذريتي بيتنا شو تقول إيه عادي عادي خو كل يوم تي بيتنا أمي نزلت يما تعرف ذرية ما طردتها أصلا إيه بس ذرية ما تي بيتكم صح؟ إيه 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 أنا أشوفها ما تي إيه شفت شي شي أمي إيه. أمي تنسى تنسى لا يمكن كانت دايخة شوي كانت بتنام مو مريضة أمك ما فيها شيء ترى امك حلوه تهبل امك ايه احبها احبها ايه. خل نحط اغاني عندك سي دي؟ وي ما يبتا سي دي منو بعد؟ شيرين بعد؟ شو تغني شيرين يلا قولي لي انا لا جاي اقول لك ارجع ادعم عشان صبري الي في ناس قاعد يطالعونا زين روحي روحي نادي مريم صح يلا روحي نادي صح 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 صح, صح. يلا مريم بروح لها يلا يا حليلك يا رجاء والله تونسين يا سهيلة سهيلة يا سهيلة يلا إذا بنروح المطار إن شاء الله إن شاء الله كاني نسلم على الناس فيك أنتي إن شاء الله بس دقايق عيب جلطة بنيتي يلا 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 عيب جلطة العلوة لحظة إيش فيك هلا العلوة اللي بتسافر معانا هلا هلا تكون طيارة معانا تسافر معانا حلوة أنتي كان هيك على شنو ناوي شنو على شنو ناوي حبيبتي اول شيء بوديك عند ثريا ايه؟ بعدين بمر امي اقعد معاها شويه واسلم عليها بعدين امرك مره ثانيه نروح المطار يلا عيل خش يلا مش لحظه مو خوش مو تنسين نفسك اقعد ساعه انا قدام الباب واقعد انطر دقائق دقائق قاعد تسولفين وتخشين تخاف يلا لا تخاف ما راح احش ولا اسولف احد ولا طياره يلا امشي ايه مش طوب لحظه ايش فيك بالك عليها هناك مو تكسر اغراض الناس ذاك اليوم واسم الله على بنيتي عاجل ما تسوي السوالف الخراب من هناك من ثريا وحمود ما شاء الله عليهم ما يقعدون امشي يلا متاخر يلا ايش فيها هاك هاك مفتاح لا يضيع اي يلا كاول لفت يلا يلا
ريحه سلام 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 سلام. انت زينه؟ يلا خلنا نرقص خلنا نرقص. سلام سلام. وانا زيته خلنا نرقص خلنا نرقص. ولا يكون شوفتيني أصف ولا كلمة منك ولا كلمة ولا تحكيني. يلا ذكروا أنت مو مفروض أطرد جواز المفروض أسحب جوازك وتنزيجة وتعيني ده اللوث هذا اللي رحتينه وهديتيني. روحي بس روحي. رجع لي أيامي ترفق يا زمان وارسم لي أحلامي. تندى يا زمان رجع لي أيامي ترفق يا زمان وارسم لي أحلامي. علمني عن اللي صار زماني راح وما جاني. علمني عن اللي صار زماني راح وما جاني. ترى أنا بشر أنا بشر ما أحتمل منك قهر. أنا بشر أنا بشر ما أحتمل منك قهر. ما أحتمل منك كثير عذاب. ولا قلبك يشيل الراح. لا قلبي غدا مرتاح ولا قلبك يشيل الراح. ترى أنا بشر أنا بشر يا فلان. Thank you.
أشوفك لما تضلوعي وأشوفك عمري لو ينقاس وما تخلى حياتي من المحبة وجملة الأحساس لميت الفرح بالقلب وصار القلب وهو بستان ترى أفرح وأتألم على اللي بشر ما أحتمل منك قهر ما أحتمل منك كثير عذاب.